دراسة الحوافز لشركات الإعلام الناشئة بلبنان وسط الاضطرابات، التحديات والفرص. تتناول التحديات القانونية والهيكلية والمالية يلي بتواجه شركات الإعلام الناشئة بلبنان، وبتركز بشكل خاص على العوامل الرئيسية يلي بتأثر على إنشاء قطاع ناشط لشركات الإعلام الناشئة بالبلد. بتقدم هيدي الدراسة نظرة عامة عن مشهدية شركات الإعلام الناشئة، تحليل للعوائب والتحديات، الإطار القانوني والحوافز لشركات الإعلام الناشئة والمنصات الإلكترونية بظل غياب القوانين الرقمية. وبتقترح الدراسة إجراءات محتملة لتعزيز منظومة ابتكارية أكثر دينامية من خلال خلق بيئة بتساهم بازدهار الشركات الناشئة وبتحقيق بيئة إعلامية متنوعة وحيوية، اعتماد قانون إعلامي عصري، تقديم حوافز بناءة بتعزز استدامة شركات الإعلام مثل الإعفاءات الضريبية، تبسيط المعاملات الإدارية وتقليل التعطيلات الناجمة عن الاضطرابات بالإدارات العامة، ودعوة لتعزيز فعالية الحاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق الاستثمار. لتتعرفوا أكثر على التحديات والفرص أمام الشركات الإعلامية الناشئة بلبنان، اطلعوا على الدراسة الكاملة على maharatfoundation.org.